دكتورة، يمكن النهاردة بيان السيد الوزير أمام مجلس النواب بتكلم فيه عن حجم العجز المائي في مصر. عايزين بس يعني إن نذكر السادة المواطنين بقد إيه نسبة العجز المائي. خليني طبعا اوضح للساده المشاهدين ان احنا الموارد المائيه اللي في مصر بتقدر ب 59 مليار متر مكعب في السنه. الموارد دي الموارد العذبه اللي بتجي لنا 97% من خارج الحدود، ودي طبعا نسبه عاليه جدا، يمكن من اعلى الدول في حوض النيل اللي مواردها بتيجي من خارج الحدود وكلها بتعتمد على نهر النيل. عندنا احتياجاتنا المائيه لكل القطاعات، قطاع الزراعي وقطاع الصناعي وقطاع مياه الشرب، مجموعهم بيوصل لحوالي 80 مليار. ده بالإضافة ل 34 مليار متر مكعب مية بنستوردها على شكل حاصلات غذائية ومواد غذائية. فإذا إجمالي الاحتياجات اللي عندنا 114 مليار. ده مقارنة بالموارد اللي هي 59، نلاقي إن إحنا بنعيد استخدام 21 مليار متر مكعب في السنة. يمكن ده أكبر نسبة إعادة استخدام على مستوى أفريقيا، يمكن تاني دولة على مستوى العالم بتعيد استخدام المية. ده كله بيوضح قد ايه احنا بنعاني وعندنا يعني ندره للمياه. الزياده السكانيه سبب اساسي في الندره اللي بيعانيها المواطن، لان احنا عارفين انه كميه المياه اللي بتجي لنا ثابته، كل ما الزياده السكانيه بتزيد نفس الكميه بتتقسم على عدد اكبر. هنلاقي ان عندنا وصلنا لحدود الفقر المائي، يمكن احنا وصلنا ل 530 متر مكعب للفرد في السنه، وده يمكن حدود الفقر الشديد هي 500، وده احنا داخلين على اعتابها وهنوصل لها. انما الدوله المصريه زي ما السيد الوزير اوضح في مجهودات كبيره جدا بتعملها وبتبذلها علشان خاطر نقدر نوفي بالاحتياجات وما ناثرش على المواطن. زي ايه مثلا؟ ايه المجهودات اللي بتبذلها الدوله؟ ايه يعني الاستراتيجيه لمواجهه هذه التحديات؟ طبعا الدولة وضع استراتيجية لتحقيق الأمن المائي حتى 2050، والاستراتيجية دي تم ترجمتها لخطة قومية من 4 محاور اشترك في إعدادها 9 وزارات، كل الوزارات المعنية باستخدامات المياه، وبالإضافة لوزارة التخطيط والمالية اللي مسؤولة عن تدبير الاستثمارات. الخطة القومية لها 4 محاور: تنمية الموارد المائية، ترشيد استخدامات المياه، تنقية المياه، والمحور الرابع اللي هو تهيئة البيئة المواتية. لو هنقول مجهودات الدولة في ال4 محاور، يمكن منها مشروعات كبيرة ممكن أسرد بعضها. محور تنمية الموارد المائية، عندنا المشروعات الخاصة بحصاد الأمطار والحماية من السيول، مشروعات استخدام المياه الجوفية الرشيد، المياه العميقة، وإعادة استخدام المياه السطحية. عندنا برنامج قومي بالتعاون مع وزارة الإسكان لتحلية المياه، في كميات تقدر ب 3 مليار متر مكعب من المياه المحلاة هيتم إضافتهم للميزان المائي حتى 2037، دي تكلفتها مليارات الجنيهات. دي كلها مجهودات بتقوم بيها الدولة. محور ترشيد الاستخدامات المائية، بنتكلم على إن في البرنامج القومي لتأهيل الترع، عندنا البرنامج القومي للري الحديث. تأهيل الترع احنا حاليا المرحلة الأولى بتستهدف خلال العام الحالي 2021، هنكمل 4000 كيلو ونكمل 7000 خلال عامين، ال 20000 كيلو ان شاء الله ربنا يعني يقدر الدوله انها تكملهم في خلال 3 سنوات. ده مشروع كبير جدا بتقوم به الدوله واستثماراته تصل ل 80 مليار. عندنا برامج لتطوير المسائي. الري الحديث متوقع خلال عامين نحول 4 مليون فدان لري الحديث، وله فوائد كتيره جدا، وشفنا المزارعين قد ايه الري الحديث بيزود انتاجيه قطره الميه، بيقلل اعتمادهم على السماد والتقاوي وكل مدخلات الانتاج
بتقل وعليه بيقدر انه يعظم الانتاجيه لنفس فتره الميه. مشروعات التنقيه يعني مش خفيه على حد، احنا شفنا مشروع المحسمه اللي هو افضل مشروع على مستوى العالم، مشروع انشائي، مشروع بحر البقر اللي جاري تنفيذه حاليا، وان دي مشروعات هتضيف حتى نقي معالجه ثلاثيه لمياه للصرف الزراعي، ونقدر نستخدمها في استكمال مشروعات التنميه في شمال سيناء. وبيتم دراسه مشروعات اخرى مثيله. لو هنتكلم على تهيئه البيئه المواتيه، في تعديل القانون، ويمكن وزاره الري قامت بتعديل قانون الري والصرف علشان نقدر نحافظ على الموارد المائيه، وتم اضافه ابعاد جديده للقانون بتجرم وبتشدد العقوبات على اهدار المياه. أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل وكل هذا الشرح، الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري.